حياكم الله يا شباب، عدنا لكم في لعبة داينستي تاكتكس تختيم لعبة. أنا لسبب ما كان هني ما أدري ليش صراحة. شوف كان نقول يا جيت سايمو، يبقى أنا أفكر أحرك ساورين وأقول له روح هني، أحرك شوفانج ولا تعال هني، بحرك تورين مرة ثانية تعال هني عشان قال انك لو راح تحت يطق لوبو توتو، لو راح فوق يطق شوفونج تورين اقدر اني اغلب عليه. زين ابي هذا وين بن من ربعه ساي ماو، ما نبي. زين يا شو شونج ياو ليلي الانفويس بعد يا شو، ترى طبيعي شونج ياو هذا انا ابي اصلا اجيب هني. جي شو ريليف هلا. زين عندي دولي صديقهم تشندينج وسيماي. زين فأنا بجيب تشندينج نيم انفوي تشندينج. طيب بعدين الانفوي هذا تشندينج بقول له اروح، ما اقدر. اوكي وناسه حلو، بجيب هناك سيماي، بجيب هناك سمية، لازلت أحاول أحط بينجي وان في هذي. أون تشونغ طبعا أنا بسوي حركة ما أدري صراحة، بس خلينا نجرب ريليف بعدين. هل أقدر أحطها مرة ثانية؟ أختصر وقت. أون تشونغ أون تشونغ، إيه والله والله بروكن، بدل لا أرده وياخد دورتين بديت العاصمة على طول و هني صح؟ لا مو هني، بلا هني اليوي هذا نبي. حلو طيب، وهني من عندي نيوجين وزولينج، ترى نيوجين قوي. تشندينج بجيب تشندينج هني بعد شوي. وين تشندينج؟ ما حطيت تشندينج، حطيت هني. ايش بتاني؟ عشان بجيب هذا اللي هو تشنجياو، لين من تشنجياو اجيب اوزاو. اوكي نو بروبلم نو بروبلم. شوف قانك شو يصير فيه. لا هاجم احسن، هاجم قانك، خلينا هاجم قانك، هاجم قانك لوبو لا لا لا، اختصارا للوقت، اختصارا للوقت عشان نحكر نحكر قانك. زين هذا اللي هو صديق اغوانيو صح؟ اغوانيو زوجانك. طيب الحين جاننج سواء اذا راح، اذا جاننج راح شمال راح يطق، راح يتعارك مع شوهانج وتسورن. اذا قاعد بمكانه اقدر انا اهاجم الدوره الجايه، اذا نزل تحت راح ياخذها، بس اقدر ادز جيشي واهاجمه عادي. الامور طيبه. اشوف جاننج شو يصير فيه. هذا انصاد. جاننج رد. اوكي نو بروبلم، اتوقع ان هذا جاننج. طب لنا فنجان قهوة مع بداية المعركة. تصاو لوبو، وأنا يؤسفني إني أنا الحين ما أخ قانق موجود، يؤسفني إني أنا قاعد أشارك بشوهانج يعني. بلانك ايد ريفايف سيركل، ووب سيركل ريفايف، أبي ريفايف. زين أنت تقدر تستخدم تانت؟ ما تقدر تستخدم تانت لأن ريفر وجراس يعتبر أوبستكل، بس هني شول وجراس مو أوبستكل. يعني لو أجيب شينكونج هني راح يسحب هذا، هذا اللي هو وايو وانغزو يوبياو هوجن. هاي ترى خرابيط يعني. هوجن ترى ضعيف، هذا جدا ضعيف، هذا جيد. وانغزو جيد، عنده روك سلايد والي ديكوي جيد، هذا قوطي. عموما المعركة هذه مو حيل هامتني، فأنا يعني ما هامتني حيل صراحة، بحرك قواتي. ما في جنرال معين ابي اضمه يعني. يمديك تضغط مربع تشوف تعداد الجنود، انا 63000 وهو 37000، يعني انا ثلثين الجنود الموجودين عندي. هذا عند ريفايف. لاحظوا ان جيش الشنغليا صار شويه 6000،
ترى من بعد المعركة جيشك يستمر، يعني خسائر تمشي معاك، لازم تريح قواتك عشان يتعافون. ما كان يمديني يا ابني، من هذا جبت مشاة؟ ما يسوى اني اجيبه صراحة، ليش ما يسوى؟ فخلنا مستمرين. حتى هو لو تلاحظون شانغ، مو شانغ، اليو بياو جيشه صغير، كتيبة صغيرة، ما بدأ ريح جنوده، خسائر واجد من آخر معركة. بقي ما هموني حيل والله، بس أنا يعني أفكر أضم هوانغزو بس كذي. هذا كويو بو شنب. إذا خلص الوقت هذا أخسر ترى في المعركة يعني. صوت وين هذا؟ أنا أفكر أجيبه هني أسحب كويو. من هونغزو هذا هوجون أجيبه، بس احتراما للتاريخ أجيبه، احتراما لتاريخه يعني. والله عادي أجيبه. مشكلة النهر يطول على ما تعبره، ينرفز شوي. لبوه، ماكو احترام. روح لب، روحك أبو دون. فاين هني شول. أوكي خيار بطيئين بالانهار، انهار شانغلياو. ابو ايوان الحب بس شغال بوست ريفايف، هلا يزيد المورال على راحته. روحهم جيش ضعيف اصلا. بت عنده بت نسحب لي كنت ساتو حب جوجيا. هذه جديدة يا جلبرتو، ما توقعناها. لأن أنا شنو عندي هني؟ عندي فينت، عندي مادل، عندي امبوش. ماشي ربك. لا أنا عندي امبوش وعندي ريفايف، أنا أقدر إني أعفس الدنيا كلها. هجون راس ريفر، ما يمديك، ما يمديني أعفس الدنيا كلها. كوي هذا، هذا اللي بسويه. امبوش. من عندي اثنين ثلاثة أربعة، ما يسوى. يوس كومب خفيف لطيف. امبوش منها كونفيوز بعد مرة واحدة. طبعا الكتيبة هذه ضعيفة، كتيبة انجينيرز مهندسين يبنون. اوبو تشارج. ألف سبعمية يا ساتر، الدمار الشامل. كراس، كل هذا كراس. نجي هني، ما عنده شيء هذا. أفلس هاجم على راحتك، ينقص المورال شوي. خل نو بروبلم، نو بروبلم، نو بروبلم. من عندك ديكوي؟ سوي ديكوي. طيب يا شباب، إني أسوي شغلة بس سريعة لو سمحتم، أعتذر. هذا هذا بعدين هذا هذا. أوكي يا الربع، زين أنا شنو عندي هني؟ ما عندي شيء، ما أحتاج شيء. هذا أقدر أسوي تانت، أسحب هذا وأجيب هذا هني. اوكي هذا هناك، جرب نشوف شو يصير. طبعا هو راح يكون عنده افضلية علي بترتيب اللعب،
لأن المورال ماله مرتفع صراحة. عادي مو مشكلة. ريد بيعها، أبيعها يا الربع، أبيعها. هذا عنده، هذا عنده أمبوش يا عمي، والله مشكلة. كويس، أفكر أنقذ هذا من أن يروح فيها. أسوي ريد، هو بيروح فيها بعدين. لو أسوي ريد زين، هذا راح يجي هني يسوي لي امبوش. راح انقذ جوجيا لان جوجيا راح يروح صوب ثاني. لا حتى جوجيا مو بمأمن، مش كلام. طيب ماشي، انا بس ان وريت خلاص. ريد هير شوفونا انا ما في ايتم ريد هير ترى باللعبة، بس لسبب ما غير موجود. زين سوي هني، هذا ايش راح يسوي؟ امبوش صح؟ يا الله مشكلة. امبوش ابيوز جوجيا، جوجيا صديقي نو بروبلم، نو بروبلم يا الربع. ايش راح يسوي؟ ديكوي حلوة، لو ديكوي ما عندي اي مشكله معك في ديكوي. او عفسني صراحه يوم سوى بت، عفسني شوي. ايه مو مشكله، ادخل هذا هني خلاص. فلانك مو مشكله، مشكله الحين احسن فلانك وامبوش وراها. والله طق وجوجي طق، والله طق وطق يا الربع. بس انه خلاص ما عنده شيء، تكتكس اللي عنده انتهوا يعني، ما اتوقع عنده شيء، كلها هجمات عادية الحين. ما شنو عنده ريفايف؟ اي ما عنده شيء. طيب هذا ريفايف صح؟ بجيبه هني. اوكي وين ده هذا؟ هانت. اوكي انت ايد؟ ما عندي مو مشكلة، no problem no problem. مو مشكلة نهائيا. هذا جيبه هني. ابو هاكر طق هجوم عادي صراحة. زين هذا جيبه هني ان شاء الله ان تشينجونج يعني ما ينافس خطته. وتر عندي، عندي فلانك امبوش ريبل صار هذا وراي صار ثلاثة ذاك. اوكي ان انا اقدر اني عندي ريد، انا ما عندي ريد بس هذا لو اجي هني واسوي على هذا فلانك هذا راح يصير له تانت، ما استفيد شيء. لو اجي هني اسوي بمكان يسوي ريبل هذا راح يسوي ريبل، راح نطق هذا وهذا. يلا نجرب ريبل
جي بي ال صح؟ اوكي ما بيسوي ريد. طقة دبل ولطيفة جميلة كيوت. 1800 مرات اقوياء يا اخي، دمج عالي عنده. قلت لك تايب قوية مدربها انا. راح شرح ديتد مو كابتشرت. تاكتيك ريستورت، هذا ايش راح يسوي؟ فولي. اوكي فولي ترى قوية لو حشت فيها ناس واجد، هذه عادية. المهم اسوي تانت، راح اجيب هذا وراح اسوي تشارج ولا اسوي اول اتاك. اسوي اول اتاك خسراني. يلا بس كذي، مع ان هذا كتيبة يعني ضعيف اصلا، كتيبة جنريك ما منها فايدة يعني لو سويت عليها كومبو عشان نستانس شوي. اول اتاك، اول اتاك قوي ترى، هجوم ثلاثي دمار شامل يعني. تشارج راح. وايرد اند ريستورت صح؟ عليكم هناك والله طشروه يا اخي، والله العظيم طشروه مسكين. تقبل كل التاكتكس اللي عندهم صامل رد. عندي موديل ها؟ ريبل. دقيقة دقيقة، هذا يمدي يسوي هانت. دقيقة دقيقة، والله أنا عندي أفكار جهنمية جدا. هذا راح يروح هناك صح؟ أتأكد بس عشان ما أجيب العيد. ما راح يروح. أوكي يعني بس اللي راح يصير إنه هذا راح يسحبه. هذا راح يكون أول دورة فيهم. يلا يلا ما ادري تخليهم يتقاتلون مع بعض. اظن تسوي كونفيوز ببعض اجزاء يعني، سيت اكسس كثير كونفيوز، ما يصير كونفيوز مكان. او موديل 2 تسوي كونفيوز ترى. بعض التاكتكس لهم ابجريد، تشارج تشارج 2 ريد ريد 2 كذي. الجزء الثاني فيه جزء والله ما اذكر، ريد فيها 2 ريبل فيها 2 كلهم فيهم 2. زين شنو عنده؟ هذا عنده ريفايف. ما عنده تكتك، ما عنده شيء، ما عنده. هذا عنده روك سلايد ما اقدر استخدمها. روك سلايد لازم يكون في جبل خريطة. المهم الحين يعني وضعنا ممتاز. هذا لوبو بجيبه هني. هذا والله مسكين، والله يكسر الخاط. اتوقع الحين لو هاجمه خلاص يعني، بس انه هاجمه اخلص نقوي عليه. ليش ضعيف؟ ما يهمني احد فيهم يعني. وانج زو ما همني لو ضميته ولا لا، قاعد اجمعهم الجنرالات كان يجمع بوكيمون يعني. بس كذي نشوف جانك ايش صار عليه. يعني جانك صراحه هو الوحيد اللي هامني، لان جانك قوي حيل باللعبه، حيل حيل قوي. اوان لو بكوشون اتعلم ريفايف، اتعلم فلانك، اتعلم فولي. يا ساتر طبعا انا ما ابي اعلمها فولي لان فولي لازم رماه، ما ابي اعلمها. ام بش اوكي اتعلمها حلو. هذا كان هيا بنا الحين كتيبة شوانغ. الحين مدينة، مدينتي هذه صح؟ ولا منو؟ شوانغ تورن قالك بنسر ايد شيفت. والله بنسر قوية حيل، سهل تطبيقها. ايد وشيفت هذا قال نقرا ما معروف. مدينتي هاي صح ولا شنو؟ زين كان نجي يجي انفنتري تايم اوف. اوكي اوكي ماي فريند نو بروبلم. بعد يجي الشهوانك، لازم الشهوانك ما يموت.
كريستيانو ايه راح يقوي بهاللعبة. شو شو ايضا شو شو حيل قوي. هل كان عنده تانت؟ ما عنده. انا كان مش بقول فلود فلود يا جماعة الخير تشنو قوية فلود فلود هذه مالت الفيضان روح ده قوية بس يكون في نهر. حاول مثل الله انا ماكو نهر. اما هذه مو مدينتي يا عمي. فاضي انا فاضي توقعتها مدينتي انا. انا اقرب لها يعني. ريفايف او هذا تساورن يا اخي. ظلمت اللعبه هذه اكثر لعبه ظلمت تساورن. ما عندي شيء ضعيف. جيلينج دانجبا عمي انا شنو حاط هني شلون مو هذا قوي. اوكي make one enemy unable to act. بدي اقولها بعدين ترى ما ادري شو يصير اذا ما استخدمتها. هل تطلع لي بعدين؟ ما ادري نجرب. يعني تطلع لي يمكن مره واحده بالمعركه كلها. انا عندي مستشارين مو مستشار واحد. مره تطلع لي مرتين. بوست طبعا هو ذكي انه قاعد يستخدمها على جاننج. جاننج عندها ماي قوي حيل. المهم هاجم المدينة. هذا مايت وهذا انس. دان جي لينك دان دانجبا هيلان ونيو. وانا هني جبال هني يقدر يستخدم روك سلايد اذا عنده اذا عندهم روك سلايد. اوكي حتى هو المدينه ما هي له سو ريفايف وسو بوست لين باتش. طبعا ريفايف تشيل الكونفيوز و اقدر استخدمها في وقت. حلو حلو ما كنت ادري. اتوقع اني قبل كنت استخدمها اول ما تطلع لي ستانس. طيب شوف هون هو الحين قاعد يقسم جيشه فهو غلطان غلطان غلطان. ما ادري صراحه شنو فائده المدينه يعني. لو دشيت داخل المدينه شو استفيد يعني. حلو اهدمها وادش داخل شو الفائده يعني. ادري بالضبط. عموما راح اروح هناك قاعد اكسر هذه ثلاث دورات يعني شو استفيد. هل هذا عنده اي شيء مفيد هنا؟ ما عنده. عنده امبوش يا رب الله يخليك. تعامل مع امبوش. بخلي الريفايف حق الامبوش مالته. انت ما هو استخدم امبوش انا استخدم ريفايف. هذا راح يرمي علي. راح هنا دانجوا تعال هني. انت تعال هني. اوكي ايضا نخش هذه ما نستخدمها. انا بس ابي جانك هذا ابي اسوي له كومبو واطير الراس. اوكي اوكي شنو عندك؟ عندك تشارج يقدر يروح يسوي تشارج يسوي حركات. والله راح يكون هذا شفت. اوكي هاك فهمي يلا. والله قوي ديان وياه ديان مرة قوي. ابي مشكلة
نو بروبلم نو بروبلم. روح انت هني. طيب انا بسوي حركة استعباطية، مالنا شغل بالامبش. شفت ريد اسمه ريفايف، اتوقع يمكن يموت يعني. من بعد عندي 2 3 4 صار ايتها. زين منو اول واحد؟ راح يكون هذا تسعين. بعدين اوكي خلاص، محتاج نتفلسف، محتاج نستعبط. ريفايف، محتاج ندخل حركة ثانية بعد. كنت بدخل ايد بالموضوع بس ما بيغامر. هذا راح يستخدم شيفت وذاك يستخدم شيفت ورا بعض. ويت وات، ما كنت حاط على شيفت يا حبيبي. يلا ما عليه شباب، صار لي سنين ما لعبت اللعبة هذه، ضيعت ريفايف على الفاضي. هذا جاننج ما راح اسوي شيء، بطقطق طيب عادية. طبعا ما اتمني واجد حيل. عموما انت خليك على شيفت، انت خليك على شيفت، انت ما منك فايدة. والله خاف اسوي بينك واتوهق. 65 63 يصير دور هذا اول رامي. خلاص لو حط على شيفت قبل شوي كان طقيته كومبو يعني، بس اخطأت خطأ كبير. يا جاب شو شو دي انا عاد بدلون. اوبا ما ماتها، ما مشكلة. نو بروبلم عادي. اثنتين بلوك اول انمي تاكتكس فور وان تيرن. يا ساتر دي جديدة. والله استخدم هذه unable to move. وهذا انا ابي استخدم راكت اصلا، انا راح اجيب ام العيد. امتك انا متاكد مو الحين. يلا بشوف شو يصير. غلط انس. ايم يا سلام. استخدم ريدا والله يداري عني. والله قوي الحركة، و 300 يا ساتر. زين انت ايش عندك؟ مودل وبنسر. انت عندك او حركتك هذا، والله احس انه ما منها اي فايدة صراحة. بس افكر شوي. هذا او زين، بعدها راح يصير دور الدوي. ها شنو عنده؟ ديكوي امبش سرانت سرانت فاز. هذا ما منه فايدة. ثلاثة اللي هو هذا فلانك، ها راح يسوي فلانك، راح يجيني يسوي فلانك. بعدين أربعة اللي هو أنا، ما راح أقدر أتحرك. أوكي خلاص ما كله كذي. شارج يروح روح استفرد في بعيد. جبنا الفنجان الثاني عشان ما نخربط قبل شوية. جبنا العيد اتسورن شديد. They killed my boy. خربوه والله العظيم. هانك قد تنفعك بلانك مالتك هذي. زين
تاكتكس يا جماعة الخير، كل واحدة لها نوع معين. يعني مثال التشارج مكتوب فوق اس تي ار سترينث، يعني تعتمد على السترينث. يعني لو سواها شوفانج السترينث مالته 64 يدمر الدنيا، لكن لو سواها واحد مثل شونيو مثلا السترينث مالته 19 راح يكون دمج قوي. فهذا انفنتري بلانك، بلانك تعتمد على ليدر اتوقع، على سترينث، سترينث مالها 25 فمو قاعد يسوي دمج قوي قوي. انا غلطت، يمكن تصير المفروض احط هذاك ريبل. صار من نفسها، يلا. ربعين جندي، شو الحظ هذا؟ انا شنو عندي هنا؟ عندي سراوند وعندي امبوش. والله والله سراوند حلوه. ليش ما يصير اسوي بيرس؟ يلا يلا امبوش. لانكليش شارج يلا، هي فرقت يعني. بيرس يلا، هسوي بيرس. اتوقع انه يصيد جاننج بالحركة هذه، كومبو خفيف لطيف جميل. ايوه ممكن 300، نو بروبلم نو بروبلم نو بروبلم نو بروبلم. امور طيبة، انه بخير. هاش عنده، هذا عنده فلانك سويتش، يسوي فلانك على هذا اكيد. سويتش معقولة؟ غبي انت. حاصر نفسه كذي. انا بستخدم هذيك الترامب، هذيك بلوك اول تاكتكس. ما اقدر استخدم تاكتكس لمدة الدورة كاملة. شو شو يعني ايه؟ لان انت شنو عندك؟ مودول بنسر، وانت ما يمديك تروح هناك اصلا، يعني ما استفدنا شيء باختصار، يعني ما استفدنا. عندك لفت ما عندك؟ ارج خراب. طيب شنو ممكن نسوي؟ بجيب هذا هني، بجيب هذا هني. ايه نقطة فايدة هذا مرة. طيب انت ما عندك اي شيء تقدر تسويه في الارضيه. انت تطق هذا ريبل، هذا يسوي ريبل. ريت شار ريبل ريبل. انا مشكلتي المفروض بلعب بشكل يعني ممتاز، استغل شو يعني شو شو التاكتكس اللي عنده ما يخصهم. شو شو ورا محكور. شوية وضعي سيء يعني. راوند بيرسو، هل هذا يقدر يسوي شيء؟ ما يقدر يسوي ولا هل... ايش لو رحت كويس او منها فايدة. راوند بيرسو
يعني وضعنا يزعل يا جماعة الخير، والله وضعنا يزعل. شنو عندي اقدر استخدم فيه؟ دقيقة، هذاك شنو اسوي فيه؟ فور اللي هو هذا، ما عندي شيء. الله ما استخدم. 54 97 راح يصير دور هذا، بس هذا 70 كونفيوز. جرب غامر، ما اسمه، ما اتوقع. خليك انت على برسو، خليك على راوند. ويبدو انه ما راح يقدر ينضم كاننج هالمعركة هذه، بس يلا بعدين بعدين. فين؟ والله واجد عشان كونفيوز يمكن. ما اتوقع راح يموت. ما اتوقع راح يصير كابشر اقصد. اوكي. يلا I'll take it. طيرنا كاننج. بغيت اقول طيرنا جوانيو. كلهم تقووا، هذا تعلم برسو. مودل او تيم. خلينا جيانج لينك. طيرنا جيش ليبيا. وان تشونغ جاب الجوي وقح فيه. زين الحين انا اتذكر من اصدقائكم فنتينك، خلاص اجل فنتينك انفوي نيم انفوي تشونغ. أول شيء أول شيء خلينا نحرك سمية. زين هذا تشندينج. زين تشندينج أنا أبيك جهني. هنجيب تشندينج. هذا اللي ربعهم جهني. يعني تشندينج جايبه هني عشان يضم ذولي بعد يا جن. اوكي يلا يلا ماشي، صديق الكل تشندينج. بوي شونجياو جيبه هناك. ارن كمان هذا ما يفرق حيل صراحة. ترى انتهت يعني، هذا الحين بس بحرك لوبو وتصابه ديم هناك. اتوقع خلاص كنت احتليت اقليم جينج. يلا نشوف بس النهاية عشان اخزن احتياط. ما راح اخلص الفيديو الحين، بشوف بس ايش يصير اذا احتليته. شوف نهاية الشابتر. يمكن يصير معركة. لا ما في معركة لان ليبيا اصلا جيش راح. هذه جينج خلالها وانتهى الشابتر باحتلال اقليم جينج. ايش يصير الحين؟ اختار الهدنة هاجم اخذ شجاعك اخذ لويانج يطلع من برضه. Cao's forces are now in a perilous situation and a change in strategy is needed. ما مشكلة. الطيارات تطير الحين. اها ليو بي اعترف وراح حق سون سي. شوف القصة شلون تغيرت، ليو بي اعترض على سيطرة يوان شاو الامبراطور. طبعا تهاوشوا الحين سيمي وجوجيا.
سيمي يقترح ان نهاجم يوان شاو، واتوقع جوجا يقترح ان نهاجم سون سي. اذا انا فهمت هذه اللي عليك. At the present time, the strength of each of our enemies is as follows. We must first defeat our nemesis, Yuan Shao. His lands are vast, but therein lies his weakness. Yuan Shao is fighting Sun Ce, who is sheltering Liu Bei. Spread out along the border, his troops have left the front lines short-handed. Thus, I believe we can take a force from Xiangyang, break through the front line, and drive into Ye. When Yuan Shao loses his cover, he will have no choice but to run. My plan begins on a different front. My lord must defeat Sun Ce first. Like what, yeah. The alliance to heroes like Liu Bei and Sun Ce poses a great threat. Yuan Shao's forces are vastly larger, but they are nearer. If we do not destroy Sun Ce and Liu Bei quickly, we will regret it later. Lord, attack the Jing province first. After Jing falls, I will unveil my plan to destroy Sun Ce and Liu Bei. Okay. يعني أنا إما إني هاجم جنوب جينك أو إني ألف على يوان شاو. طيب ريبيرث، بس تشوفون شلون القصة تغيرت يا ناس. والله أنا أحب الألعاب اللي كذي، زهقنا من قصة الممالك اللي بكل ألعاب كوي تتكرر. أعطوني كذي سيناريوهات. هذه بيدرب الجنود. أوكي زين، حلو. أقدر إني أعلن الحرب على سونسي، هاجم هذه المدينة اللي فيها البيت. طبعا شوف شو ليون سون شوان كوان يو، يا ساتر يا جيش تشو يو هون جاي، جيش قوي خطير. أنا بس مدينة واحدة صح؟ يعني أنا ممكن أحتل شانكشا أو أحتل يي، بس مطلوب مني مبرونج وي. نخزن وننهي التسجيل ونشوفكم في الجزء الجاي.